انا صفاء من عشاق السفر، كنشوف السفر عنده اكثر من 7 الفوائد. ويمكن حيت حنا جوج كنزعموا اكثر نسافروا، كنكون جالسه كنقول لها صافا اش بالك هنا هنا، هذا ماشي دليل انه ما عندنا ما يدار، لكن تنشوف حتى في السفر كاين واحد الفوائد كثيره كنرجع بها. حاجه اخرى انا وهنا في كنسافروا كنجيبوا التواب، الوغ عاشقه ديال التواب انا وهنا، وكنحاولوا نقيو دي تروك زوينين بارتو من العالم، اوروبا لاميريك فوالا. حنا شي راجل يكون كيسافر بزاف، سينديفات ما كاينش هذاك سينديفات. لا سي فغي، لكن ما تنسيش اني انا في الداخل ديالي ما كنكرهش لا ستابيليتي، يعني لو سولتيني نقول لك انا بيتوتي لابعد درجه، ما تفهميش كاركتير ديالنا ان سكوند باردون. دونك قلت لك هكا وهكا، لكن كنتمنى الا جات يعني مشروع زواج يكون فيه شويه السفر، ما يكونش ثاني غدا.